مشاهدينا معي عبر الهواء مباشرة السيد أحمد عزام محلل أسواق مالية لدى مجموعة إكويتي من عمان. مرحبا بك سيد عزام. إلى هذه المواكبة مواكبة الإغلاق، لو نتحدث بداية عن الاقتصاد الأمريكي، شبح ركود، تضخم، صراعات، ارتفاع أسعار، رفع أسعار الفائدة، كل هذا في 2023. هناك سنة جديدة 2024، ماذا تتوقع لها من قرارات من قبل صانعي السياسة الاقتصادية الأمريكية؟ مساء الخير عبد الرحمن، شكرا للاستضافة. نعم، كما ذكرت عبد الرحمن، عام 2023 حمل معه العديد من الأزمات، العديد من المصطلحات الاقتصادية التي ضغطت على اقتصادات العالم أجمع. عندما ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا عبد الرحمن، فالركود أو مخاوف الركود في عام 2023 قد مرت دون دخول الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة الركود، بالرغم من أن كانت الإشارات العديدة سواء كانت من البيانات الاقتصادية أو حتى ما يشار له بالركود التقني كان ضاغط على الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية التضخم، نعم، كانت أرقام التضخم قد سجلت الذروة في الولايات المتحدة الأمريكية عن 9.1%، قرابة 3% أصبحت أرقام التضخم، مؤشر أسعار المستهلكين تحديداً أعطت بعض الارتياح بأن أسعار الفوائد المرتفعة قد أثرت بشكل جيد، أثرت بشكل كما أراده الفيدرالي الأمريكي الضغط على أرقام التضخم. عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية عام 2023، التضخم سجل انخفاضات وسجل تباطؤ، أرقام النمو الاقتصادي لا يزال تعطي إمكانية النمو الاقتصادي أو حتى مرونة الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر جيدة نوعا ما في خضم التوقعات لإمكانية دخول مرحلة الركود. عندما ننظر إلى أرقام الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تزال تسجل أرقام مرنة عند مستويات 200,000 وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، البطالة قرابة المستويات المتدنية تاريخيا، قرابة مستويات 3.6%، فأرقام الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر جيدة في عام 2023. بالانتقال إلى عام 2024 مع هذه الأرقام الاقتصادية عبد الرحمن، إذا لم نجد إمكانية ضغط أرقام سلبية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، فكما تتوقع الأسواق أو حتى عندنا لدينا انقسام بما يتوقعه الأسواق وما يشير له الفيدرالي الأمريكي، التوقعات تنصب بأن تخفيض أسعار الفوائد واردة أو حتى باتت محتملة جدا في عام 2024. عندما ننظر إلى توقعات الأسواق تتوقع إمكانية تخفيض أسعار الفوائد بمقدار 150 نقطة أساس، بينما الفيدرالي الأمريكي أشار إلى إمكانية تخفيض أسعار الفوائد بمقدار 75 نقطة أساس، أي 3 عمليات لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024. نعم، هناك تقارب في وجهات النظر، لكن يعني ذاهبون إلى التعافي. نعم عبد الرحمن، ليس فقط التعافي، أرقام النمو الاقتصادي عند 4.9% للربع الثالث تعتبر جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عندما يحتاج اقتصاد معين لتخفيض أسعار الفوائد يحتاج نقطتين، إما عودة التضخم إلى المستهدف الأساسي اللي هو 2% أو دخول النمو الاقتصادي في مرحلة سلبية، مما يدفع إلى تخفيض أسعار الفوائد لدفع النمو الاقتصادي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. في الولايات المتحدة الأمريكية النمو الاقتصادي يعتبر جيد عكس الاقتصادات الأخرى من ناحية أخرى أرقام التضخم لا تزال قرابة المستهدف، أعلى من المستهدف عند 3%، لذلك الأسواق قد تكون بالغت بعض الشيء بتوقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2023، بينما الفيدرالي الأمريكي يعتقد بأن النصف الأول من عام 2024 قد يمر بدون تخفيض أسعار الفائدة. هنا الانقسام عبد الرحمن، لكن في النهاية عام 2024 سوف يحمل تخفيض أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لو جاءت أرقام النمو الاقتصادي سجلت بعض التباطؤ سيضغط على الفيدرالي الأمريكي لتحريك عجلة دورة تجديد السياسة النقدية في فترة 2024 بشكل أسرع مما كان يعتقد الفيدرالي الأمريكي. طيب، ماذا عن أزمة الديون السيادية؟ كانت من أبرز أزمات 2023 شهدتها الولايات المتحدة، يعني ينطبق عليها الحال أيضا من ناحية الإيجابية؟ عبد الرحمن، على ما أعتقد أزمة الديون السيادية هي أزمة مستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية، دائما ما نسمع كل عام
عودة الأزمة، عودة إمكانية خرق سقف الدين. 34 تريليون دولار أو قرابة 34 تريليون دولار بالنسبة للمديونية، طباعة الأموال، تمويل التوترات الجيوسياسية من ناحية أخرى، استمرار حتى عمليات رفع أسعار الفوائد في الفترة الأخيرة بكل تأكيد يدفع إمكانية زيادة المديونية في الفترة القادمة. عندما ننظر لها بشكل عام عبد الرحمن، هي ضغط أساسي بكل تأكيد على السياسة النقدية أو حتى على الاقتصاد بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التأثير يبقى محدود لأن الأسواق باتت تعتقد بأن وصول لخرق سقف الدين أو حتى وصول إلى سقف الدين نفسه سوف يتم تمديده وسوف يتم رفع سقف الدين، فباتت هي مسألة اقتصادية لكن ليست عالقة وليست مؤثرة بشكل كبير. هي أزمة مستمرة، نعم سوف تستمر ما دام وجود سندات الولايات المتحدة الأمريكية في الفترات القادمة، بكل تأكيد سوف تستمر الأزمة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الفترة القادمة في عام 2024. بكل تأكيد في الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم بشكل أكبر نحو إمكانية خرق سقف الدين مرة أخرى أو حتى رفع سقف الدين. عندما ننظر إلى 34 تريليون دولار يعتبر رقم هائل جدا، 100 دولار تقريبا ما يقارب لكل شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما نقيس حتى على الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 130% من الناتج المحلي الإجمالي، فهي أرقام تعتبر كبيرة جدا، لكن على اقتصاد كبير بحجم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ضاغط سلبا لكن غير مؤثر بشكل كبير. عبد الرحمن، الآن يعني ننتقل إلى القارة الأوروبية. مسح المركز الأوروبي أظهر أن التوقعات، متوسط التوقعات للتضخم ومعدلات التضخم لثلاث سنوات مقبلة يعني سيبقى عند 2.5%. هل هذا التوقع يعني في محله برأيك؟ هل الاقتصاد الأوروبي بهذه الوضعية حتى يبقى هذا المعدل ثابتا؟ عندما نقارن عبد الرحمن بالاقتصاد الأوروبي باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، فارق متواجد حاليا بالنمو الاقتصادي. كما ذكرت قبل قليل، النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية 4.9%، بينما في الاتحاد الأوروبي وصلنا في مرحلة انكماش، دخلنا مرحلة انكماش 0.1% بالنسبة للنمو الاقتصادي. عدة قراءات لأرباع متتالية كانت قراءات مسطحة، أي أن بكل تأكيد عندما نسجل قراءة سلبية أخرى في الاتحاد الأوروبي معنى ذلك دخول مرحلة الركود بشكل رسمي في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، أرقام التضخم، نعم بكل تأكيد عندما ننظر 2.4% حاليا أرقام التضخم في الاتحاد الأوروبي تعتبر أرقام جيدة جدا. بكل تأكيد لم يتم إعلان النصر على التضخم من كريستين لاغارد، لكن يعتبر رقم ممتاز جدا في خضم التوترات الجيوسياسية، في خضم أيضا ارتفاع أسعار الغاز ومحاولة إيجاد بدائل بالنسبة للفترات الماضية بالنسبة للطاقة. نعم الشتاء كان يعتبر الشتاء المعجزة كما تم إلقاء تسميته من قبل الاقتصاديين الأوروبيين، لكن من يتوقع الشتاء الحالي؟ فعندما ننظر إلى الشتاء الحالي لو كان أكثر برودة يعني طلب أكثر على أدوات الطاقة، يعني طلب أكثر يعني تضخم أكبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي. 2.5% كما تتوقع الاستطلاعات في الفترة القادمة في عام 2024 هي قريبة جدا من القراءة الحالية، لكن عبد الرحمن عندما ننظر إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال راسخ في الاقتصاد الأوروبي، مما يثير بعض المخاوف بأن أرقام التضخم قد تسجل موجة جديدة في الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة. الخوف الشديد هنا أن يتصاحب النمو الاقتصادي السلبي مع أرقام التضخم المرتفعة في الاتحاد الأوروبي في عام 2024، مما قد يدخل الاقتصاد الأوروبي في مرحلة التضخم الركودي أو الركود التضخمي عفوا. فالاقتصاد الأوروبي على حافة الهاوية كما يطلق عليه حاليا، الخوف من النمو الاقتصادي السلبي مع التضخم المرتفع. الضغط الكبير هو أن يكون النمو الاقتصادي السلبي في الفترة القادمة، مما قد يدفع الاتحاد الأوروبي أو بنك أوروبا لتخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما قد يتجه إليه الفدرالي الأمريكي، وهو ما قد يكون مبرر عبد الرحمن بالنسبة لأرقام النمو الاقتصادي أن يخفض الاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة بشكل أسرع من الفدرالي الأمريكي بناء على الأرقام الاقتصادية الحالية. طيب استعرضنا اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،
تقييمك لاقتصاد آسيا خلال 2023 لننتقل إلى 2024 بعدها؟ الاقتصاد الآسيوي عبد الرحمن ممكن تلخيصه باقتصادين متضاربين تماما، هو اقتصاد اليابان واقتصاد الصين. اقتصاد الصين في فترة عام 2023 نسجل مرحلة انكماش لأرقام التضخم لشهرين متتاليات في الفترة التي كان يسجل فيها اقتصادات العالم أرقام مرتفعة بالنسبة للتضخم. السياسة المتبعة بالنسبة للصين هي تثبيت أسعار الفائدة في الفترة الماضية. عام 2023 واجهنا تخفيض أسعار فائدة لمرة واحدة لمحاولة دفع قطاع العقارات، دفع قطاع العقارات لأن قطاع العقارات كان يعاني في الصين في الفترة الماضية، وهو يشكل ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني. فبالتالي محاولة ضخ الأموال الرخيصة، محاولة تسهيل السياسة النقدية في الصين كانت في بداية 23 بدايتها. على ما أعتقد في عام 2024 سيتجه الصين لتخفيض أسعار الفوائد لمحاولة دفع أرقام التضخم، تسجيل بعض الارتفاعات للوصول للمستهدف 2%. فتخفيض أسعار الفوائد قد يكون وارد بالنسبة للاقتصاد الصيني. الاقتصاد الياباني على عكس ذلك لا يزال يتجه بالسياسة التسهيلية، أسعار فوائد سلبية في عام 2023، استمرار بالتثبيت أسعار الفائدة من ناحية، تغيير منحنى عوائد السندات، محاولة تغيير منحنى عوائد السندات لمحاولة زيادة الطلب على الين الياباني في الفترة الماضية. عام 2024 قد تكون بداية تغيير دورة السياسة النقدية بالنسبة لليابان، تجديد السياسة النقدية. اليوم كازو أويدا حاكم بنك اليابان أشار أول إشارة منه بإمكانية تجديد أسعار الفائدة في الفترة القادمة في عام 2024 لو دعت الحاجة. الجدير بالذكر هنا عبد الرحمن، أرقام الأجور يتم الإفراج عنها في الاقتصاد الياباني كل ربيع، في كل فصل ربيع في سنويا بالنسبة للاقتصاد الياباني. أرقام الأجور مهمة جدا، لو كانت أرقام الأجور سجلت ارتفاعات معنى ذلك أن أرقام التضخم قد تسجل المزيد من الارتفاعات، وهي أعلى من مستهدف بنك اليابان لمدة عام. فأرقام الأجور لو كانت متعافية تسجل بعض الارتفاعات في عام 2024، ذلك سوف يدفع بنك اليابان لتغيير دورة تجديد السياسة النقدية. رفع أسعار الفائدة في بنك اليابان سوف يكون هو الأساس، هو بداية تغيير دورة تجديد السياسة النقدية. دورة السياسة النقدية في اليابان تاريخيا عندما كان ينهي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، كان بنك اليابان يتجه إلى رفع أسعار الفائدة، وهذا ما حصل في آخر مرتين بالنسبة لبنك اليابان. لذلك عام 2024 قد يكون بداية تغيير وتجديد أسعار الفائدة، أي رفع أسعار الفائدة لبنك اليابان، مما قد يعطي بعض التباين في دورات السياسة النقدية بين الاقتصادات الكبرى. بنك اليابان قد يتجه إلى رفع أسعار الفوائد، بينما البنوك والاقتصادات الأخرى قد تتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة، مما قد يعطي الين الياباني بعض الإيجابية في عام 2024. طيب، إذن أنت تميل إلى، يعني وصفت الاقتصاد الآسيوي باقتصاد متضارب بين الصين واليابان، لكن الاقتصاد الياباني يبدو أنه الأوفر حظاً وأكثر حظوظاً من الاقتصاد الصيني، ويعني تتوقع له حالة إيجابية في 2024. نعم عبد الرحمن، لا يمكن قياس الاقتصادين الياباني بالاقتصاد الصيني. بكل تأكيد الاقتصاد الصيني يعتبر اقتصاد كبير جداً، ما يمر به بالمرحلة الحالية ممكن أن نشبهه بشخص مريض. الاقتصاد الصيني يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يمر بمرحلة حالية انكماش بالنسبة لعدة قراءات وبيانات اقتصادية، منها التضخم، مؤشر المنتجين تسجل أرقام سلبية. عندما ننظر إلى القطاعات، قطاع العقارات كان يمر بمرحلة سلبية من آخر فترة من القطاع العقارات، وتسجيل أرقام سلبية في قطاع العقارات مما أعطى دافع سلبي بالنسبة للصين. يحتاج بعض ضخ الأموال، نعم، لأنه يحتاج حاليا العودة للانتعاش، فمما قد يعطي إمكانية تخفيض أسعار الفوائد. ضخ الأموال الرخيصة في الاقتصاد الصيني يكون حاجة
التنقل بين السياسات النقدية لا يعني أن الاقتصاد ضعيف أو متهالك بشكل كبير جدا. الاقتصاد الصيني يعتبر اقتصاد كبير جدا، ضخ الأموال لفترة زمنية محدودة أو حتى تغيير السياسة النقدية. عندما ننظر إلى أسعار الفوائد هي عند قرابة 3.5% لأدوات العام بالنسبة لقروض الصين، فيعتبر لا يزال فوائد مرتفعة جدا بقياسنا حتى لأرقام الاقتصادات الكبرى. الفدرالي الأمريكي على سبيل المثال عند 5.5% بعد رفع أسعار الفوائد من 0.25% إلى 5.5%. فلذلك أسعار الفوائد حتى الآن في الصين تعتبر مرتفعة مقارنة بالاقتصادات الكبرى، فلذلك تخفيض أسعار الفوائد في الصين قد يكون مرحلة آنية لدعم الاقتصاد الصيني في فترة عام 2024. طيب، الاستنتاج أن كل الاقتصادات بدأت تغادر منطقة الخطر والوصول إلى مرحلة الركود. عندما ننظر عبد الرحمن إلى النمو الاقتصادي، أرقام النمو الاقتصادي هي أرقام لحتى الآن في الأرباع في عام 2023 قريبة 0%. عندما ننظر إلى الاقتصادات الكبرى، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، عندما ننظر لها فهم أرقام النمو الاقتصادي بين 0.1% إلى 0.6%. إلا الاتحاد الأوروبي فهو دخل في مرحلة انكماش في الربع الثالث. الولايات المتحدة الأمريكية غرت خارج السرب في الفترة الماضية 4.9% لقراءة الربع الثالث، تعتبر قراءة ممتازة جدا. لكن عبد الرحمن عندما ننظر إلى الركود، يتم استنباط الركود أو يتم توقع الركود، مرحلة الركود في الاقتصادات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من عوائد السندات. عوائد السندات عندما يكون هناك انقلاب بين عوائد السندات 2 و10 سنوات أو 3 أشهر و10 سنوات، يكون في هناك انقلاب في الأرقام، يعطي إشارات بأن إمكانية دخول مرحلة الركود واردة في اقتصاد بلد معين خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الإشارة ظهرت في شهر 3 2020. لحتى الآن سجلنا من 3 2020 إلى حتى الآن ما يقارب 3 قراءات سلبية فقط في الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قراءتين متتاليتين لربعين متتاليات في عام 2021، أعطى إشارة بأن الركود التقني في الولايات المتحدة الأمريكية كان وارد، مما فتح الباب إلى عام 2023 وحتى قبيل 2023 في عام 2022 أن يكون هناك ركود بشكل أساسي. الولايات المتحدة الأمريكية قد بررت أن دخول مرحلة الركود لم تكون واردة، أي أن الناتج المحلي الإجمالي قراءتين سلبيات هي مجرد تعريف اقتصادي قديم، ما أعطى إشارات بأن يجب هناك أن يكون إنتاج الصناعي والبطالة تسجل أرقام تدعم إمكانية دخول مرحلة الركود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما كانت أرقام تعتبر جيدة جدا. ما أريد أن أذكره هنا عبد الرحمن بأن الاقتصادات الكبرى عندما ننظر إلى مؤشر مديري المشتريات سواء كان التصنيعي والخدمي، هما قراءات لحتى الآن تسجل قراءات سلبية. بعض الدول تسجل فيها قراءات لأكثر من 8 أشهر متتالية في مرحلة انكماش، أي دون مستويات 50 نقطة، مما قد يعطي إمكانية دخول في عام 2024 دخول مرحلة الركود في بعض الاقتصادات. على ما أعتقد الاقتصادات التي قد تواجه مرحلة الركود هي بالترتيب الاتحاد الأوروبي، ثم بريطانيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية لو دخلت مرحلة الركود. عبد الرحمن، الجدير بالذكر هنا متابعة أرقام النمو الاقتصادي تحتاج متابعة دقيقة، وأعيد وأذكر أن البنوك المركزية عندما تتحرك تتحرك كرد فعل على البيانات الاقتصادية وليس استباقي، بمعنى يجب أن ترى أرقام النمو بشكل سلبي لكي تتحرك لتغيير السياسة النقدية، لا أن تعتقد بأن إمكانية دخول مرحلة الركود لتغيير السياسة النقدية. طيب أحمد، دعنا نناقش الآن ملف الدولار. سنة 2023 صار الحديث، يعني أمواج الحديث عن أن الدولار يفقد مكانته عالميا، هناك البدء بعملات أخرى، الروبل، اليوان الصيني، والدولار يفقد بريقه وهيمنته على العالم، ودخلنا في حديث أنه بدأ بالفعل لكنه يحتاج إلى فترة طويلة. كيف تقيم وضع الدولار في 2024 مع يعني جمع المعطيات من 2023 ونحن في آخرها؟ عبد الرحمن، عندما ننظر إلى المعطيات بشكل كامل على المدى الطويل، على ما أعتقد نحتاج استعراض الاحتياطي للدولار الأمريكي بين الاقتصادات الكبرى. لا يزال الدولار الأمريكي هو على عرش الاحتياطات بالنسبة للعملات، مما يعطي
أن الدولار الأمريكي يعتبر واحد من عملات الملاذ الآمن من ناحية. من ناحية أخرى المعاملات التجارية، عندما ننظر إلى أسعار النفط في غالب الاقتصادات المعاملات التجارية سواء للذهب سواء كانت للنفط، لا تزال تقيم وتسعر بالدولار الأمريكي، مما يعطي الطلب العالمي الطلب الكبير على الدولار الأمريكي من ناحية هاي المدى الطويل. عبد الرحمن، عندما ننظر إلى المدى القصير في عام 2024 قد يمر الدولار الأمريكي بأداء سلبي يستمد المرحلة السلبية التي نشاهدها في عام 2023 في آخر 5 أشهر تقريبا بالنسبة لتداولات الدولار الأمريكي، هو قرابة مستويات 100 لمؤشر الدولار إندكس حاليا. عندما ننظر له في عام 2023 تخفيض أسعار الفوائد وتوقعات تخفيض أسعار الفوائد يضغط بشكل سلبي على أداء الدولار الأمريكي. الأشهر أو الربع الأول من عام 2024 قد يعطي دفع سلبي عبد الرحمن على الدولار الأمريكي جراء تسعير الأسواق لبدء تخفيض أسعار الفائدة في شهر 3 في اجتماع شهر 3 عام 2024، مما قد يضغط على الدولار الأمريكي بشكل سلبي. لكن دعني أترك الباب مفتوح هنا عبد الرحمن لأداء الدولار الأمريكي الإيجابي فيما لو جاءت تقديرات الفيدرال الأمريكي صحيحة. لو جاءت تقديرات الفيدرال الأمريكي صحيحة بأن تخفيض أسعار الفوائد سوف يكون لثلاث مرات في عام 2024، أي بنصف قدرة أو نصف قيمة ما تتوقعه الأسواق بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة، سوف يعطي الفيدرالي أو سوف يعطي الدولار الأمريكي أداء إيجابي. لكن ما نذكره دائما أن الأسواق المالية أو توقعات الأسواق المالية لا يمكن معاندتها، أي أن الاتجاه الحالي اتجاه واضح وصريح بالنسبة للدولار الأمريكي، اتجاه قد يكون سلبي في الربع الأول بالنسبة لعام 2024 لأداء الدولار الأمريكي فيما لو استمر بتداولاته أدنى مستويات 103 قد نتجه إلى مستويات 99 ثم مستويات 97 للدولار الأمريكي في الربع الأول من عام 2024. طيب دعني أختم معك بالذهب وسوق المعادن، هل ينطبق عليه ما ينطبق على وضع سوق العملات؟ نعم عبد الرحمن، عندما ننظر إلى الدولار الأمريكي والذهب فهو إشارات متعاكسة أو تحرك معاكس. عندما ننظر إلى الدولار الأمريكي تسجيل أداء سلبي في الفترة الماضية، كان الذهب يسجل الارتفاعات. حاليا مستويات الذهب عند 2075 دولار للأونصة. تخفيض أسعار الفوائد عبد الرحمن دافع أساسي بالنسبة لأداء الذهب بشكل إيجابي. عندما ننظر في الفترة الماضية تسجيل ارتفاعات من مستويات 1800 جراء التوترات الجيوسياسية من ناحية، من ناحية أخرى تسعير الأسواق لبدء تخفيض أسعار الفائدة، مما دفع الذهب لتسجيل ارتفاعات جراء تفعيله كملاذ آمن من ناحية، من ناحية أخرى الاستفادة من تخفيض أسعار الفوائد أو من توقعات تخفيض أسعار الفوائد، مما قد يدفعنا للتوقع هنا عبد الرحمن بأن عام 2024 قد يكون جيد أو أداء جيد بالنسبة للذهب فيما لو كان هناك تخفيض أسعار فوائد كما تتوقع الأسواق. توقعات الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة لست مرات بالنسبة للفيدرال الأمريكي قد يعطي دفع إيجابي بالنسبة للذهب وتسجيل مستويات تاريخية بالنسبة للذهب، مع استمراره طبعا لتداولات أعلى مستويات 2000 التي تعتبر مستويات نفسية بالنسبة للذهب على المدى القصير وعلى المدى الطويل. أحمد عزام محلل الأسواق المالية لدى مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك.